اشتهر حمزة في نشأته في مكة بفروسية عالية، وكان موصوفا بالشجاعة والقوة، حتى عرف بأنه أعز فتيان قريش وأشدهم شكيمة، ولقب بصائد الأسود. كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه في بداية حياته مغرما بالصيد، وكان فارسا مغوارا، وكان يخرج في الصحراء يصطاد الأسود. حمزة بن عبد المطلب طبعا كان له نشأة برضو فيها فروسية وحب الصيد والقوة والرمي وما شابه ذلك. وقد برزت القدرات القتالية لدى حمزة بشكل واضح في حرب الفجار الثانية التي وقعت بعد عام الفيل بنحو 20 سنة بين قريش وقبيلة قيس، وتحقق فيها النصر لقريش، وكان عمر حمزة حين ذاك 22 سنة. حرب الفجار أو حرب الفجار هما تسميتان لنفس الحرب، قيل أنها سميت بهذا الاسم لأنها قامت في الأشهر الحرم، يشير إلى فجر هذه الحرب. ولما حدثت حرب الفجار كان مشاركا فيها، وكانت هي عبارة عن تدريب أولي له على حمل السلاح والقتال، فقاتل فيها قتالا شديدا وأثبت قوته وجرأته وشجاعته، وكان مغوارا في تلك المعركة والتي أبلى فيها بلاء حسنا كما تقول الكتب. كان لإسلام حمزة في مرحلة مبكرة من الدعوة أثر كبير في نصرة المسلمين والدفاع عنهم، وتمكن بذلك من وضع حد لاعتداءات أبي جهل بشكل خاص على الرسول والمسلمين. وفي تلك المرحلة وضرب أبا جهل في مكة، وأبو جهل هذا كان يسمونه سيد الوادي ويسمونه أبو الحكم قاتله الله، واستجر أبو جهل بكلام فأتى من الصيد حمزة، قالوا أوذي الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم، قال من آذاه؟ قالوا هذا قبل إسلام حمزة، قالوا آذاه أبو جهل، فأخذ قوسا معه وعمد إلى الحرم، وكان الحرم ممتلئ من كفار قريش وصناديدهم وأبطالهم، فضرب أبا جهل على رأسه حتى سالت دما، ولم يستطع أحد أن يقوم ولا يقول بنت شبه، ثم حمله على ذلك فأسلم ودخل في الدين، فكان من أنصار الله الكبار. كان إسلامه رضي الله تعالى عنه عزا للمسلمين، هو وعمر رضي الله عنهما، لذلك لما أسلم خرج الصحابة صفين، صف يقود عمر وصف يقود حمزة رضي الله عنهم جميعا إلى الحرم، وأعلنوا إسلامه بقوة آنذاك. فلما رأت قريش حمزة وعمر مع الصحابة أصابها غم هائل، ولذلك عندما أسلم قريش قالت لقد عز محمد، كان إسلامه عزة للإسلام ولرسول الإسلام. في السنة 7 من البعثة كان حمزة مع المحاصرين من بني هاشم في شعب أبي طالب، ولكنهم خرجوا فيما بعد من هذا الحصار وهم أشد قوة وأكثر صلابة، ثم هاجر إلى المدينة المنورة قبيل هجرة النبي بوقت قصير. هم المهاجرون. وفي الأشهر الأولى التي تلت الهجرة بدأ دوره العسكري يبرز، فقد عقد الرسول أول لواء لحمزة بن عبد المطلب وبعثه في 30 رجلا من المهاجرين لاعتراض قافلة لقريش، ولم يحصل بين الطرفين قتال، لكنه كان أول استعراض للقوة من جانب المسلمين، وكان ذلك إشعارا لقريش بأن قوافلها التجارية لم تعد في أمان إذا واصلت تدبير مكائدها ضد المسلمين. أما الدور القتالي والقيادي الكبير لحمزة فكان في غزوة بدر في السنة 2 للهجرة.
الصحابة أبلوا بلاء عظيما في بدر، ومنهم الصحابي الجليل حمزة بن عبد المطلب الذي كان من أعظم الفرسان في بدر. في تلك المعركة الحاسمة شارك حمزة في القضاء على أبرز مقاتلي قريش، ومن بينهم شيبة وعتبة بن ربيعة، وبذلك أثر أعمق الأثر في معنويات قريش، وكان حمزة بحق بطل غزوة بدر الكبرى. فلما جاءت غزوة بدر أبى حمزة بن عبد المطلب إلا أن يكون في صدارة المسلمين، وأبى إلا أن يبارز رأسا من رؤوس الكفر، فبارزه حمزة بن عبد المطلب فقتله وقتل سادات المشركين. الحمزة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين كان من الذين لهم دور خطير في نصر المسلمين في غزوة بدر، وكان يقاتل كمئة رجل في غزوة بدر. عقد له الرسول صلى الله عليه وسلم اللواء، كان حامل اللواء في غزوة بدر، وغزوة بدر من أهم الغزوات في، وكان يحارب بسيفين. حمزة كان يحارب بسيفين وليس بسيف واحد كما هي العادة، وقتل صناديد الشرك في غزوة بدر. ولذلك كانت هذه الغزوة هي الغزوة التي اقتصت من المحن التي مر بها المسلمون عندما كانوا مستضعفين في مكة، وصناديد الشرك الذين أذاقوا المسلمين المرارة في هذه المحن. وبعد معركة بدر وفي شهر شوال من السنة الثانية للهجرة، كان حمزة حامل لواء النبي في غزوة بني قينقاع الذين حاولوا أن يوقعوا بين الأنصار، فتم إجلاؤهم عن المدينة. وهكذا فإن نتائج غزوتي بدر وبني قينقاع ودور حمزة فيهما فضلا عن دوره في نصرة المسلمين في مكة، كل ذلك كان من بين الأسباب التي جعلت قريشا وحلفائها يسعون إلى قتل حمزة بأي وسيلة، وهذا ما تم لهم في معركة أحد. كانت قريش تحمل في طياتها حقدا دفينا على الصحابي الجليل حمزة بن عبد المطلب، ذلك لأنه لما أسلم رضي الله عنه كان في إسلامه تقوية للنبي صلى الله عليه وسلم، تقوية لموقف المسلمين. كان حمزة بن عبد المطلب إذن فارس المسلمين الأول، وكان يسمى أسد الله وسيد الشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه هذا اللقب، أولا أسد الله، ونمرة اثنين لما تيجي تسأل سؤال من هو أفضل الشهداء يجي لك إجابة من رسول الله، بقى ما حدش مخول بالإجابة غير النبي، قال أفضل الشهداء حمزة أو سيد الشهداء حمزة، هو ده سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه. حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أسد الله وأسد رسوله، كما خلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللقب المبارك الذي يستحقه حقيقة عن جدارة. هذا هو حمزة بن عبد المطلب، الفارس الذي لا يجارى والقائد الذي لا يعوض. سلام عليك يا حمزة، يا سيد الشهداء، ويا أسد الله وأسد رسوله. الله.